انتقل نجيب محمد من عمله في توزيع المنتجات البلاستيكية ليكون واحدا من كبار مصنعيها، وبعد أن بدأ بآلة واحدة أصبح في مصنعه أكثر من 25 آلة تعمل على مدار اليوم. نجيب حصل على عدة قروض من جهاز تنمية المشروعات مكنته من شراء معدات أكثر وتطوير منتجاته وتوزيعها في جميع محافظات الصعيد. أنا لما كنتش أعرف حاجة عن أي على المشروع خالص يعني، أو في صناعة البلاستيك عامة، فتحديت نفسي وجيت على نفسي لحد ما تعلمت يعني كل حاجة. اشتغلت حضرتك سواق، اشتغلت مبيعات، مندوب مبيعات، شلت وحطيت، كنت أروح المحافظات وأبحث عن العملة وتوزيع الشغل. شوية بشوية ابتدت المشروع يكبر شوية، ابتديت مثلا المنتج يطلب في السوق. طب انا عايز اكبر، عندي طموح وهدفي لسه ما اتحققش، فابتديت الجا لجهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، فالناس رحبوا بي يعني صراحه ربنا، يعني في تسهيلات، في ناس عايز تساعد، في ناس عايز تشجع. قبل ما احصل على القرض اللي هو من جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر اللي هم 4 مليون، كانت العماله عندي تتراوح ما بين 10 و12، كان حجم المبيعات عندي 20 طن او 25 طن او 30 طن. بعد ما حصلت على القرض اللي هو الدعم ال 4 مليون طبعا الوضع اتغير معي، فالنهارده أنا عندي عمالة ثابتة 45 فرد ما بين فني وصيانة، حجم الإنتاج تراوح من 140 ل 160 طن. بعد تجربة مش كلام يعني كده وخلاص، لا، أنا تجربة عشتها النهاردة غير الأول. انسى شعار إن في بطالة، ما تستسلمش لشعار إن في بطالة في البلد، لا، المستقبل قدام منك، والدولة النهاردة بتدور عليك وبتسأل عليك ومهتمة بيك. النهاردة جهاز زي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فتح لك أبوابه، بيقول لك تعالى أهلا وسهلا، عندك فكرة، عندك مشروع في مخك، عندك، تعالى وإحنا نساعدك، اطرق الباب، ما تيأسش، ما تستسلمش. يتكون مصنع نجيب من طابقين على مساحة 1000 متر في المنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، ويعمل فيه نحو 50 عاملا وإداريا، ويخطط الآن لصناعة منتجات بلاستيكية أكثر تؤهله للمنافسة القوية في هذا القطاع.